لو قلتي لي عندك ضيوف كنا التقينا برا مو احسن فتون؟ ايه او كنتوا احكوا كل شيء على التليفون كان احسن. خلص بقى انتي وهي ليكو انسوا خلافاتكم هلا لانه نحن عنا مشكله اهم بكتير. ويا حذركم شو هي المشكله يا ترى؟ شو رح يصير بعلاقه فتون واياد؟ كل مره بدنا نحكي بنفس الموضوع والله انا مليت. اه بالله جد مليتي؟ ايه طبعا بعد ما مشي حالكم انتي وامير ما عاد فرقت معي. لا والله وانتي ما بيطلع لك تحكي ولا كلمة لانك انتي ومجد متخانقين من يومين وحاطة الحزم بالجرن وقاعدة. اصلا بكرة رح تتصالحوا. انا بعرف هالشي وانتي بتعرفي يعني كمان امورك بالسليم بس شو مشاني انا؟ اه لك والله مال قلبي من كل هالحكي الفاضي. روحي وافي قدامه للزلمة وقوليها بكل صراحة انا بدي اياك وبحبك اياك. والله كتير سهل الحكي. مفكرتيني ما عملت هيك يعني؟ ويلي عملته اهم من هيك بكتير. وقفت قدامه للزلمة وعملت له عرض غنائي بس مو متذكرة شو جاوبني على سؤالي. يعني قلت بتكوني عرفتي شو جاوبني. بالله وانا كيف بدي اعرف شو جاوبك؟ العصفورة بدها تقلي؟ يعني انا ما قلت لك؟ لا ما قلتي لي شي يا عمري. اي طيب كيف بدي اعرف هو شو قال لي؟ يعني يمكن قال لي اي ماشي رح نرجع على الشق ويمكن قال لي لا لساتنا رفقات. كيف بدي اعرف انا؟ روحي لعنده اساليه. روحي. لك كيف بدي اساله؟ ما قال لي عين احكي معه بعد اللي صار مبارح. معقول قال له ماني متذكرة شو قلت لي؟ والله بيتضايق مني. معناتها هلأ في طريقة واحدة لنعرف شو جوابك. ها الفيلسوفة نطقت. محكمة إياد صح؟ لا طبعاً. شو اختبار إنسانية إياد؟ لا هو مرق من هالاختبار. روحوا على السينما وهيك بتعرفي إذا كنتوا عشاق ولا لا. بصراحة هالفكرة ما بها شي. بالله عن جد؟ يعني أنت لازم تراقبيه منيح بالسينما. راقبي نظراته وحركاته. مثلاً أول ما تشوفي لإياد إذا باسك من خدك بتكونوا لسه رفقات وإذا باسك من شفافك بتكونوا عشا. حلو كتير. مثلاً إذا أنتوا رحتوا تعشيتوا سوا إذا كان أكابري ودفع الحساب معناها في احتمال تكونوا عشا. إيه ولما تروحوا على السينما مو أنتوا رح تختاروا فيلم هني؟ إذا اختار فيلم أكشن العوض بسلامتك. بس إذا اختار فيلم رومانسي معناتها مبروك. إيه ومسكي إيدك. إذا مسك إيدك بيكون مش الحال. وإذا ما مسك راحت عليك. ناديله حبيبي إذا رد عليكي تمام. وإذا ما طلع معناها محبة. قلي له رايحة على الحمام. إذا هو مشي معك ورافقك لهنيك معناتها أنتوا بتكونوا عشا. وإذا قال لك رح استناكي هون معناها مو حاسس فيكي. ما بصير يتركها تروح لحالها على الحمام ما هي؟ لا 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 أنا بعرفه لأياد هو مانو غبي ورح يعملها أكيد. بيعملها. إيه بتعرفي؟ انسي كل الحكي اللي قلنا وتطلعي بس جوات عيونه. إذا كانوا عيونه عم يضحكوا لك معناتها عن جد بحبك. مثل ما عيونك ضحكوا هلا. بالإذن يا بنات أنا رايحة ورح أعمل مثل ما قلتوا لي تماما بس إن شاء الله ما أخرب الدنيا. لا حياتي ما بتعملي يا مالك بالعادة. خلص روقي اصحك تتوتريها. لك بتول كيف بتقلي لي لا تتوتري شو الشغلة بإيدي؟ لك بعرف إنه مو بإيدك بس مع هيك أنت حاولي إنه تكوني هادية شوي. ريلاكس. لك أنا بامتحان الجامعة ما توترت كل هالقد يا ربي. لك أنا الأسئلة اللي مانك متأكدة منها تركيها وبتحليها بعدين ماشي. غلطت معه كتير بتول وهلأ كمان رايحة أعتذر منه عالشي اللي ساويته معه وبتمنى أنه يسامحني. خلص حبيبتي أنتي لا تتشائمي بعرف أنه قلبه كبير ورح يسامحك. طيب أنا رح أروح أنتو ما نكون طالعين؟ إيه طبعاً أنا رح أطلع معقول ضل قاعدة هون يعني؟ بصراحة أنا حابة أنه نقعد شوي ونحكي أنا وبتول ممكن؟ طبعاً ممكن أنتو أحكوا أنا طالعة هلأ. يلا باي. بتول لو سمحتي خلينا نحكي.